اوكي دي سيدي، السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية جميعا. Today إن شاء الله we are going to explain some questions here. Please open your book on page 13, workbook on page 13 and exercise number 8. Which of these things have you already done؟ أي من هذه الأشياء أنت فعلتها بالفعل؟ Which haven't you done yet؟ أيهما لم تفعلها بعد؟ Write sentences. Read a whole book in English. قرأت كتاب كامل إنجليزي. نعم إذا كنت موافق I have already read a whole book in English. طب إذا ما كنت قرأت I haven't read a whole book in English yet. لاحظ إذا كان نعم already ما بين الفعل المساعد والرئيسي. أما إذا كانت في عندنا هون نفي اليد تروح بالنهاية. الآن هل عمرك شفت حيوان بري؟ إذا كنت yes أنا بحكي بالنسبة لي yes. إذا I have already seen. لاحظوا معطيك الفعل اصلا verb 3 a wild animal. اوكي won anything. هل عمرك فزت بشيء؟ لانه احنا حظوظنا اصلا مش طبيعيه، ما عمرناش فزنا بشيء. اذا I haven't won anything yet. نقطة. Try Japanese food. هل عمرك أنت جربت الطعام الصيني؟ I don't think so. إذا شو بصير إجابة؟ I haven't tried Japanese food yet. Okay. Help a poor person. عمرك ساعدت إنسان فقير؟ I think yes. إذن إجابة شو بصير؟ I have already helped a poor person. تمام؟ لاحظ already وين جاءت؟ ما بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي. Exercise number 10 9 عفوا. Find 4 mistakes. إذا وجدت 4 أخطاء in the use of present perfect with yet already. باستخدامات yet already ضع تحت خط تحتيهم ومن ثم صححهم. خلينا نشوف. My family and I go to on a holiday every summer. But the holiday we went on Jordan was the best. Has yet been. Has been. شو لازم يكون في بينهم؟ إذا هي أول واحدة ومنعدلها لا already. شفتوا كيف بينت معي وما بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي والجملة إثبات لازم already. Since I have been back from my incredible trip, even though my parents have yet been, والله ما بتزبط. إذا اليت شو بصير؟ already. To the last city of Petra. They enjoyed it again as much as I did. The unique temples and tunnels that are curved in the pink rocks are amazing. Although I have already taken so many pictures, ما في عندنا أي مشكلة. I have already taken. I still haven't had enough of it already. Haven't. Already ما بتزبط. إذا إيش عندنا هون تصير هاي yet. I'm planning to visit again soon. So if you haven't thought about going to Petra already, إذا لاحظ عندنا haven't on already. شو بصير already هاي yet. هل في عندنا 4 أخطاء اكتشفناها؟ إذا هيك إحنا انهينا هذا السؤال. الآن move on. انتقل إلى student book on page 14. كتابك student book صفحة بحكي لك أول شيء in your notebook label the picture below. طلع الصور التالية then sentence describe each animal. ما بدنا نحل هذا السؤال. مهم السؤال رقم 2. هذا السؤال مهم جدا ممكن يجيك ضع دائرة. Write the names of the following animals in the correct column. ضع الحيوانات التالية في مربعاتها الرئيسية. أول شيء insects معناها حشرات، حطوا فوقيها حشرات. Fish سمك. Birds طيور. reptiles معناها زواحف. شو معناها؟ زواحف هاي جديدة. mammals معناها ايش؟ اللي هي الثدييات. وعندنا amphibians معناها برمائيات.
خلينا نشوف كلمة كلمة. الشارك مع مين؟ هو القرش مع هون. إذا نحط كلمة شارك هون مع الأسماك. سنيك حية مع الزواحف ريبتايل. فلاي محلولة هي مع الحشرات. تود معناها ضفدع، إحدى أنواع الضفدع، ضفادع، ضفدع، تمام، مع البرمائيات. تود. فروغ also مع البرمائيات. مونكي مع الثدييات اللي يقوم ولد ولاده. كريكدايل تمساح مع الزواحف. كروكو دايل. عندنا كاتربيلر معناها بايش؟ يرقة، اليرقة مع الحشرات. كاتربيلر. عندنا بير معناها الدب. الدب مع مين؟ مع الثدييات. بير. هامينج بيرد، شو يعني كلمة هامينج بيرد؟ اللي هو طائر الطنان من كلمة بيرد. إذن هامينج بيرد. في عندنا كمان كلمة ري، سمكة الشفين مع الأسماك. ري. عندنا كمان كلمة باروت اللي هو مع البيرد، اللي هو معناها ايش؟ اللي هو معناها ببغاء. هيك انا بكون انهيت هذا السؤال، لان ننتقل الى سؤال رقم 6 اللي هو مهم جدا جدا. في اي كلمة insects مرة ثانية، شو معناها؟ حشرات. extend منقرض. plants نباتات. surface معناها سطح. oxygen. logging معناها يحطب او تحطيب. species معناها انواع او سلالات. rainforest covers 6% of earth's surface. الغابات المطيرة تغطي 6% أو من إيش؟ السطح. 6% اللي هي 6% من سطح الأرض. The biggest forests are in South America. أكبر غابة مطيرة في South America, Africa and Southeast Asia وفي آسيا الجنوبية. About 75%, أكثر من 75% of the all the فراغ of animals. إيش اللي جابتكم؟ species of animals. نعم، أنواع، أكثر من 75% من أنواع الحيوانات we know live in rainforest، تعيش في الغابات المطيرة. Including some beautiful birds, فراغ and reptiles، يعني إنه طيور. وإيش كمان في عندنا هنا اللي هي كلمة plants أو insects، عفوا حشرات. لنحكي عن الحيوانات. Many of them live in the trees. البعضهم يعني كثير منهم يعيش على الأشجار. Over 30 meters above the ground. أكثر من 30 متر فوق سطح الأرض. There are also thousands of different فراغ. It hot environments and ground wet. إذن إيش الآلاف من النباتات of plants؟ آلاف من النباتات. It is hot in the rainforest. هي دافئة أو حارة في الغابات المطيرة. And the ground is wet. والأرضية رطبة جدا. نكمل. The rainforests are very important for us. الغابات المطيرة هي جدا مهمة لنا. Because السبب it makes the فراغ that we breathe اللي نتنفس. وإيش إيش اللي نتنفسها؟ اللي هي نعم oxygen. ممتاز. They also help to control the weather. وهم أيضا يساعد على السيطرة على الطقس. In many rainforests, العديد من الغابات المطيرة, loggers الحطابين have already cut down trees. بلشوا بقطع الأشجار. Because farmers المزارعون يحتاجون إلى الأرض لزراعتها. Some of the animals that lived in the forest, بعض الحيوانات التي تعيش على الغابة, have become, أصبحت شمالها منقرضة. Extinct. فراغ is the big problem. هو مشكلة عظيمة. شو هي المشكلة العظيمة؟ اللي هي التحطيب. إذا logging هو مشكلة عظيمة. تمام. Today in much of the world we must save the rainforest. They haven't happened, disappeared yet, but they are in danger. هم لم يختفوا بعض ولكنهم في خطر شديد. بتمنى من الجميع أن يكون استفاد من حصة اليوم. هيك إحنا بنكون أنهينا تقريبا، ظلنا هاي الصفحة إن شاء الله حصة جاي نأخذها. تمام، نكون أنهينا الوحدة الأولى كاملة. ويعطيكم ألف ألف عافية. والسلام عليكم ورحمة الله.